شفتي الأذى تبع ابنك حبيبك؟ لينتقم من أختي، خرب عليها الجوازة. شو كان في داعي لحتى توقف معهم؟ نحن ما عاد إلنا علاقة فيهم. شو الشي اللي ما عملته بشاير لهالعيلة؟ هلأ هي جزاتها؟ قرابة الدم ما بتنقطع بسهولة، وخصوصي مشان هيك قصة صغيرة. بس نحن لازم نعمل شي هالمرة مشان نرجع خالتي بشاير. أحلام مراهقتين، الجزء الثاني، من الأحد إلى الخميس 10:00 مساء بتوقيت السعودية، على زي ألوان.